إذاعة قفصة مراية تتكلم مراية تتكلم. نحيي ذكرى ثانية لاستشهاد محمد بن مفتي للأسف بدون الحقيقة. أما الإيجابي أن الأبحاث قاعدة تتطور رغم البطء الشديد، ولكن وقع توجيه تهمة القتل العمد لعدد من البوليس اللي خدم ليلتها في مقر الولاية، وتهمة المشاركة بالقتل، وتهمة تزوير حقائق لمجموعة أخرى. جينا للقفصة لإحياء الذكرى الثانية لاغتيال الشهيد محمد بن مفتي. البارح أحيينا الذكرى الثانية لاغتيال الشهيد محمد البراهمي. كيف قضية البراهمي، كيف قضية اغتيال الشهيد شكري بالعيد؟ الحقيقة في قضية اغتيال الشهيد محمد بن مفتي ما زالت ما ظهرت شيء. جينا لهنا باش نقولوا العائلة بن مفتي الرفاق والرفيقات، باش نقولوا لأهالي قفصة وللشعب التونسي قاتبة، وأننا رانا مواصلين السير في درب الشهداء، رانا أوفياء للقيم والمبادئ والأهداف اللي هما استشهدوا من أجلهم. راي تونس الجديدة، تونس الحرية، وتونس المساواة، وتونس الديمقراطية، وتونس الكرامة، وتونس العدالة الاجتماعية، رانا قادرين باش نبنوها، وحقيقة باش نبنوها، باش ننتصروا على القوى اللي ما تحبش تونس تتقدم، باش ننتصروا على الإرهاب، باش ننتصروا على الاستغلال وعلى الفساد وعلى النهب. تونس الجديدة باش نبنوها، فلنبقى متفائلين، فلنبقى متمسكين بحقوقنا وبحريتنا وبأهداف ثورتنا. جيت بدعوة من مؤسسة محمد بن مفتي للعدالة والحريات، ومثل المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، ومع الأصدقاء في الاتحاد الجهوي بقفصة للمساهمة في هذه الذكرى، ذكرى محمد بن مفتي، ونحن ندشن ساحة الشهيد، وأيضا هي فرصة باش نشاركوا في ندوة فكرية يقع فيها نقاش حول قضايا الإرهاب وقضايا اللي طرحينها التوانسة اليوم من مهمات من أجل الحرية، من أجل الديمقراطية، من أجل رفع راية تونس في وضع اللي الإرهاب يضرب في كل وقت، وعلينا أن نتجند. ومن بين طرق تجندنا هي تكريمنا لشهدائنا، وفي نفس الوقت أيضا تصدير استراتيجية التوانسة كيف سيحاربون الإرهاب في المستقبل بكل طرق وعلى جميع الأصعدة الفكرية والاجتماعية والسياسية وكذلك أيضا الأمنية. إذا تقفصة مراية تتكلم.